أنا هاجر علي راشد اليماحي، حالياً أنا أدرس ضمن برنامج الماجستير في هندسة الطاقة الكهربائية في معهد مصدر. قمت بتصميم وحدة تحكم ذكية لمحطات توليد الكهرباء. آمل من خلال هذا الابتكار من أني أتمكن من تطوير محطات توليد الطاقة وأن أدعم الاستراتيجية الوطنية للدولة في الابتكار. أنا فخورة بكوني مصدر إلهام للمستقبل في معهد مصدر. معهد مصدر، الابتكار منهجنا.